يعني تخوفا يعني من المرتدات. هذا هو اللي راه حتى الان المرحله مازال ما انطلقوش يعني ويلعبوا تمام الهجوم. لانه هجوميا شاهدنا مباراه رواندا مع تونس، اعتقد حتى من الناحيه الهجوميه ما عندهمش امكانيات كبيره المنتخب الرواندي، ليس بالفريق الذي يخيفك هجوميا. حتى النوادي اللي يلعبوا فيها نوادي مغموره، يا نوادي رواندية والبلدان المجاوره فقط واغلبها تفتقد الخبره. لا ناخذوا يعني مستوى يعني كل لاعب مقارنه بالمستوى تاع اللاعبين تاع الجزائريين كان فارق كبير كريم، ولكن حتى الان انا نظن مازال ما لقيناش يعني كيفاش الطريقه باش يعني نروحوا نجوزوا نمروا خاصه على الاروقه. شوف يعني كرات يعني الان مازال ما لقيناش. ستأتي الكرات حتما مع مرور الدقائق، وهكذا يبنى الفريق مصطفى، يبنى هكذا مع مرور المباراة. لأنه حتى لو نأخذ قائمة المنتخب الجزائري ونبحث في سجل مبارياته مع المنتخب الرواندي، في 5 لاعبين فقط سبقوا أن واجهوا المنتخب الرواندي، رغم أن آخر مواجهة للمنتخب الرواندي كانت في إقصائيات طبعا المونديال الأخير 2009. لذلك الفريق تغير بشكل كبير جدا، بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من المباراة، بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولكن بحاجة أن لا يضيع مثل هذه الفرص يا رفيق يا جبو، لأنه هنا ضربة الجزاء واضحة لا نقاش فيها، الحكم يخطئ وأنت لا يجب أن تخطئ. نعم، ولكن نقول رانا في البداية، مع بداية ممكن كان يعني مغطي يعني بعض اللاعبين، ولكن كانت فيها ضربة جزاء شرعية. وأنت مهاجم مصطفى تعرف بأنه في ذلك المكان، أنا شخصيا استغربت من توقفه تماما، يعني لأنه كان متأكد أن الحاكم راح يصف ضربة جزاء، ولهذا يعني قرارات القارة السمراء لا يجب ان تكون متاكد تماما. بالطبع. وحتى الحكام في اوروبا، لان يعني شاهدنا حتى في كاس رابطة ابطال اوروبا اخطاء فادحة في اعلى المستويات، لان الحكم مهما كان الامر هو انسان. يلا يا رياض اليوم نريد مراوغاتك، نريد فنياتك، حتى وان كنا نعلم بانك كنت مصابا وكنت بحاجة لوقت لاسترجاع كامل امكانياتك. وحشود اعتقد بانه المدرب الي لوزيتش القريب جدا منه يطلب منه الصعود، لانه حتى حسب التصريحات وحسب المعلومات الموجوده عندنا في الكواليس، الي لوزيتش يقوم بعمل استثنائي مع حشود وجابه بالدرجه الاولى، يتكلم معهما كثيرا، يقول او بالاحرى قال لمقربي لو يعني اتمكن من استخراج 90% من امكانياتهم بعد هذه الكره. الحلول موجودة، وللآن الجزائرية لما تتحرك تأتي هذه الفرص. وانطلق رياض، رياض قدبوز يراوغ رياض، يمر رياض، تأتي المساندة للدفاع الرواندي وتضيع للكرة، بينما الجمهور كان يطالب بالمخالفة لرياض. لقطة ممتازة سنشاهدها حتما بعد لحظات قليلة من الآن. كان وراء سوداني هلال بعد هذه الانطلاقة، أو شوف الانطلاقة والتوزيع من سفيان فيغولي بالمليمتر، يوضعها في قدم سوداني من دون انتظار، ولكنه لم يسددها بالكيفية اللازمة، خلى الكرة تضرب في قدمه فضاعت كرة للمنتخب الجزائري. طويلة تقص، محاولة الاسترجاع من قديورة، العمل في وسط الميدان أكثر من ضروري لكل من قديورة والأحسن من أجل فرض الضغط جبوري، حاول استرجاع هذه الكرة الأمامية وسهلة بين أحضان الحارس بلحي. الامور واضحه للاجنحه في ارتباك على مستوى المنتخب الرواندي. واول يعني لقطه شفنا اول هجوم يعني كان مبني هو جاز على الاروقه، وشفنا كيفاش كان السوداني ضيع يعني هدف كان محقق يعني لو عرف كيفاش يستغلها به. ومصباح في محاوله الصعود واعطى نفس اخر لهجوم المنتخب الجزائري. رفيق جبور يعود الى الخلف الى قديورة في المسانده حشود، حشود يلعب مع رياض كان بعيدا عنك زميلك فيغولي، طبعا انسجام ضروري لما ينسجم بوتبوز وفيغولي ويقدروا يلعبوا يعني بعيون مغمضه. عندك ما تشاهد يا مصطفى مع الفنيات معروفين عند هذو اللاعبين، ولكن نظن فيغولي ما عندوش اشكال في هذه، ولكن بوتبوز انا شاهدته عده مرات نظن عنده هذه شويه زياده في التقنيات لابد ان يلعبها يعني لصالح المجتمع. ما الي لوزيتش هذه الزياده تنزع حتما، هذه الثقافه للناخب البوسني وتماس لصالح المنتخب الجزائري. بوزيتا
لعبها مع الأحسن يغير تماما الجناح أين يوجد كالعادة جمال مصباح جمال يمر يراوغ جمال تأتي المساندة من السوداني يفضل المواصلة والدفاع يتدخل ولكن تعود بسرعة إلى المنتخب الجزائري أنا خطيرة لسوداني سوداني يحتفظ بالكرة المنتخب الجزائري بدأ يضغط بدأ يبحث عن الثغرات هاي الإعادة مع أرواها من تمريرة من تمريرة من فغولي شاف ثنائية ممتازة بين رياض بوتبوس اللي فغولي كما قلت بالمليمتر بالمسطرة يوضعها في قدم سوداني اللي خلى الكرة تضرب في قدمي ولكن لم تكن مصوبة كما ينبغي تأتي الركنية والحارس يتدخل لإخراجها بأي طريقة ممكنة رياض بوتبوز في استرجاع هذه الكرة يعود تماما إلى الخلف تأتي المساندة من الأحسن الأحسن يفضل الانتظار بحثا عن رفيق متحرر الحل يأتي من مصباح لكنه يفضل قديورة الآن في الوسط قديورة مع حشود حشود في الوسط لرياض بوتبوز الكرة تمشي كما ينبغي بين عناصر المنتخب الجزائري بحثا عن ثغرة كادت تأتي عند سفيان فغولي والمنتخب الرواندي في محاولة إخراج الكرة بسرعة عن طريق اللاعب كاغاري ولكن لحظات فقط لأنه مصباح موجود في المكان المناسب تعود لقديورة قديورة حشود حشود إمكانيته هجومية كبيرة وكبيرة جدا مع رياض بوتبوز لسوفيا فغولي ثنائية ممتازة يا سلام يواصل سفيان يواصل سفيان يمر أراد في العمق لكنها لم تمر تعود لسوفيان فخولي مايسترو يفعل بالكرة ما يشاء يجد فن آخر ثنائية ممتازة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو كان لو غاب ما سوداني نفسه في المكان المناسب كانت كرة جميلة كان ممكن يعني الموقع تاعه كان شوية يعني متقدم على الكرة لابد أن يريح يعني للخلف يعني في الوراء وهكذا تجه الكرة أسهل ولكن ما فعله رياض بوتبوز وفغولي في هذه اللقطة يستحق فعلا أن نشاهده مرة أخرى حشود حشود أمامه بوتبوز كالعادة يدخل الآن في محور في عمق دفاع المنتخب الرواندي والأخطاء بدأت الأخطاء بدأت الوقت يمر ندخل الدقيقة 21 من عمر هذه المباراة النتيجة لا زالت 0-0 لكن بوادر هدف وأهداف قادمة راهي الدور انا نقول الهدف راهي الدور لكن الحل لابد ان نزيدوا يعني تركزوا اكثر والحلول بدات تبان لان اللعب على خاصه من الجهه اليمنى هذه للفريق الجزائري نظن راهي يعني اروقه نقدر نقول يعني شارع ممكن يعني نسجلوا من الجهه اليمنى اذا ممكن جدا ان نسجل من الجهه اليمنى بتركيز اكبر للسوداني وجبور لما تصلهما الكرات من قدم كل من رياض بوتبوز وسفيان فغولي الأحسن الآن عنده الكرة يلعبها أمامية مع مصباح تعود إليه مرة أخرى قديورة في وسط الميدان أمام حشود فعلا تصل الكرة إلى حشود حتى المنتخب الرواندي أصبح يدافع بعيدا عن منطقته لأنه يدرك بأن الأخطاء بالقرب من منطقة العمليات قد تكلفه غاليا لحزن القائد ومهندس الهجمات من الخلف طويلة أمامية لسوداني يوزع لجبور ولكن بعيدة تصل بين أحزان الحارس ندولي جون كلود وهذا هو ألي لوزيتش لا يرضى سوى بتسجيل الأهداف سوى بالأهداف سوى بالأداء المقنع أيضا بالدرجة الأولى هي هكذا الثقافة التي يريد أن يزرع هذا المدرب في المنتخب الجزائري كل مدرب لديه عقليته ولديه اختياراته لكن في نهاية المطاف النتائج هي التي تحدد مصير ومشوار أي مدرب بالطبع النتائج هي اللي تحدد المستقبل تاعه وهذا في العالم ونظن حتى الان ننظر المشوار نقدر نقول راه ايجابي ولكن ننتظره حتى النهايه هذا هو يعني كل مدرب متحاسب يعني بالعمل تاعه بالمشوار وبالهدف اللي تفضل طبعا امضى في المنتخب الجزائري منذ 22 جوان 2011 عقد لمده 3 سنوات الهدف واضح التاهل الى مونديال البرازيل التاهل
إلى كأس أمم أفريقيا، الوصول لملا إلى النهائي وتسديدة بعيدة كل البعد هجوميا، هجوميا المنتخب الرواندي لا يملك أشياء كثيرة. لا واضح، لا حتى يعني دفاعيا يعني الكل أنا نظن محدود من الجانب التقني، يعني محدود كثير شفناه، لكن مصطفى يدافع بعدد كبير جدا، ولكن هذا هو الإشكال اللي موجود في الملعب، راه يدافع بأكثر يعني عدد كبير وخاصة في المحور، فلذا